السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقه عمل واحد الدرس خفيف ظريف والمنظر ديالو زوين. هذا الدرس هذا كيجي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا، ممكن انك تخدمي بجوج ديال الالوان كيعطيوه منظر افضل. وبطبيعة الحال هذا الدرس ممكن انك تخدميه مع اي نصف طوق كيف ما كان، فاكيد هو غادي يجي معاه لانه درس جميل جدا وسهل بطبيعة الحال. المهم اول حاجه غادي نديرها وهو انني غادي نثبت الخيط في التوب، ومن بعد نرجع ندير غرزه في التوب. هذا الخيط هذا مبروم على 3 ديال الشعرات ورقم البرا هو 5. الان زد درت الضربه الثالثه في التوب، الى حسبنا شحال من ضربه في التوب غنلقاو 3 ديال الضربات. دابا غادي نرجع الخيط لفوق وغنتجاوز هاد الضربه هذه وغنمشي للثانيه. هنا غنحاول انني ندير قوس او لا نصف دائره، فكتجاوزي هذيك الغرزه الاولى وكتخدمي في الغرزه الثانيه. حاولوا ان القوس يكون الحجم ديالو صغير. ودابا غتهبطي الخيط لتحت وترجعي تخدمي في هاد الغرزه الثانيه اللي كنا خدمناها. فغادي نرجع الخيط بهذا الشكل بحال كديري قوس وكتعاودي تغلفيه بقوس اخر. الان غادي ندير الحبكه، غنحبك فوق من هاد الاقواس بجوج بيهم، يعني بجوج غادي نحبك عليهم. فهذه هي الحبكه الاولى، ودابا غادي نرجع الخيط في هاد الاتجاه ونرجع نحبك على هاد الاقواس بجوج. هذه الحبكه الثانيه وهذه الثالثه، نرجع الخيط لهنا ونخدم هذه رابع حبكة، هذه خمسة. ودابا نرجع الخيط في هذا الاتجاه، ستة. لاحظوا معايا سبعة. ودابا غادي نكمل 8، مازال بقى عندي اتساع. المهم غادي نزيد نكمل، وهذه الحبكة التاسعة اللي هي اخر حبكة عندي في هذه المجموعة. هذه حاولوا انكم تديروا الحبكات بالاعداد يكونوا منتظمين باش يجيكم الدرس كامل في نفس الحجم. المهم دابا درنا غرزة في التوب وغادي نهبط الخيط لتحت ونرجع لهذيك الغرزة الاولى اللي كنت خدمتها باش ندير واحد القوس بهذا الشكل. هذا القوس هذا كيعاونني ان الدرس يجي واقف وقاصح باش ما يعواش مع الوقت، يعني مع الوقت ومع التصبان بعد الدروسة تعواجه. فهذاك هاد الشيء كيعاونو انه يجي قاصح وما يرجعش اعواج. المهم غادي نخدم فوق اول حبكه درتها، غادي نحبك فوق منها حبكه واحده اخرى. ودابا غنرجع نحبك فوق ثاني حبكه بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت كنشد هذاك القوس كنخدمه معايا كيف ما قلت لكم باش يقصح ليا الدرس ويجي الدرس واقف. دابا غنخدم فوق من ثالث حبكه. هنا نتوما غاديين كل حبكه كديروا فوق منها وحده اخرى، ما كتزيدي ما كتنقصي حتى نوصلوا لتحت، عاد نوريكم الزياده. المهم هذه رابع حبكه. ودابا غادي نرجع نهبط الخيط لتحت ونمشي الخامس حبكه. فهذه الخامسه نرجع نهبط الخيط، وهذه السادسة. دابا نهبطوا الخيط مرة أخرى، هذه الحبكة السابعة وهذه الحبكة الثامنة. دابا بقات لنا وحدة باش نكملوا هذيك المجموعة، عاد نوريكم الزيادة. المهم أرجع نخدم في هذه اللي هي الحبكة التاسعة، نجر الخيط. ودابا غنمشي ما بين هادوك الجوج ديال الغرازي اللي في التوب، لاحظوا معايا ما بين هادوك الجوج الغرزات اللي في التوب في الوسط ديالهم غادي نزيد الغرزة العاشرة.
باش يجيني الدرس مقاد ومتوازن. الان غادي نهبط للتوب وندير غرزه. لاحظوا معايا في الغرزه طلعت الخيط الفوق. اللي بغا تزيد تكبر هذا الدرس عادي ممكن تعاودي ترجعي ديري قوس اخر وتعاودي تعمري هادشي اللي بغيتو انكم تزيدوا تكبروا الحجم ديالو. المهم هنا درنا واحد الغرزه ودابا كتجاوزي وحده وكتخدمي في الثانيه باش يعطينا القوس يكون في نفس الحجم. ورجعت لهذيك الغرزه اللي خدمنا في الاول وعاودت درت قوس ثاني، درنا غرزه واحده اخرى باش يجيونا جوج ديال الاقواس. لاحظوا معايا دابا غادي نعمر هاد جوج الاقواس بالحبكه، هذه الاولى وهذه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه وهذه الحبكه الثامنه. دابا نرجع مازال بقات لي وحده اللي هي الحبكه التاسعه. من بعد ما كملت 9 الحبكات بنفس العدد اللي درته في القوس الاول درته في القوس الثاني. دابا درنا غرزه في التوب وغادي نرجع، لاحظوا معايا مزيان هبط الخيط لتحت، غادي نرجع لهنا لهاد فاش كنا خدمنا هذيك الحبكه العاشرة مباشره بقى لينا هذيك الغرزه اللي بقات تم هي اللي كترجعي تعاودي تعمري فيها. فالان ولا عندنا قوس بنفس الطريقه اللي كنا خدمنا في الاول ودابا غادي نرجع نعمر فوق من هذوك الحبكات هذوك 9 الحبكات ولكن الطريقه غتكون شويه مختلفه. المهم هذه الحبكه الاولى، هنا حاولوا تركزوا معايا في الاعداد، هذه الحبكه الاولى ودابا غنرجع نهبط الخيط بهذا الشكل ونمشي نخدم في الحبكه الثانيه ودابا نعاود نخدم في الحبكة الثالثة. هنا من بعد ما درت 3 ديال الحبكات لاحظوا معايا مزيان غادي نرجع للقوس الاولاني وغنحسب 1 2 3 في ثالث حبكة كنرجع وندير غرزة بحال غادي نرجع ندير قوس اخر ولكن هنا حاولوا ما تزيروش بزاف يكون غير بحال هكا خفيف. ودابا غنرجع نعمر غادي نعاود نخدم في الحبكه الرابعه غندير فيها غرزه واحده اخرى. لاحظوا معايا خدمت في الحبكه الثالثه وفي الحبكه الرابعه باش تعطيني هذاك الارتفاع اللي غادي نخدم به الحبكه ديالي يجي مقاد. دابا درنا 2 الحبكات ورجع نخدم اسفل هذا القوس الحبكه الثالثه والرابعه هنا 5 لاحظوا معايا 6 7 8 و 9 ديال الحبكات بنفس الاعداد اللي خدمنا في هذوك 2 الاقواس اللي كاينين لتحت. الان غنمشي لهاد الحبكه الرابعه لاحظوا معايا مزيان وغادي ندير فيها غرزه. في الحبكه الرابعه درنا غرزه، دابا نهبط الخيط لتحت وغادي نمشي نخدم في الحبكه الخامسه في هذا القوس الفوقاني، هذيك هي خامس حبكه كندير فيها الغرزه ديالي. هنا علاش جاتنا هاد الغرزه هذه في الخامسه، فاش غنرجع نهبط لتحت عاوتاني غادي تجيني في الخامسه. ودابا غادي نخدمو اول حبكه وهذه الحبكه الثانيه، نجر الخيط الفوق وغادي نمشي نخدم في ثالث حبكه. لاحظوا معايا مزيان ودابا غادي نمشي نكمل رابع حبكه ودابا هذه خامس حبكه ستة لاحظوا معايا 7 وغادي نمشي الحبكه الثامنه وهذه هي الحبكة التاسعة.
من بعد ما كملت 9 ديال الحبكات ضروري غادي نزيد الحبكه العاشرة، فغادي نجي فوق من هذيك الغرزه اللي كنت خدمت في هذاك الخيط اللي تيبان لكم من الفوق، هو اللي غادي نخدم فيه الحبكه العاشرة. والان غنهبط، هذه في القوس هذا التحتاني اللي على التوب، هذه هي خامس حبكه. هنا فين كيجينا التوازن، كتعطيك الحبكه الخامسه هنايا والخامسه في القوس في القوس الاولاني، كيجيك في الخمسه في الخمسه. المهم دابا خدمنا 6 وهذه 7، وغادي نرجع نكمل نجر البره مزيان. هذه الحبكه الثامنه، وغادي نمشي اللي حداها اللي هي الحبكه التاسعه. والان غنمشي ما بين هاد الجوج ديال الغرزات اللي في التوب، ما بيناتهم كتخدمي الغرزه العاشره. الان لاحظوا معايا، غادي نخدم غرزه في التوب واحد. دابا غنوري لكم شحال ديال الفرق ما بين الدرس الاولاني والدرس الثاني. هذه الحبكه الغرزه الثانيه وهذه الثالثه. ملي كتخدمي 3 ديال الغرزات في التوب، كتحاولي انك، لاحظوا معايا مزيان، المهم الا حسبتوا المجموع راه غيعطيوكم 5، ولكن حنا نمشيو غير بشويه علينا. فكتحاولي تجاوزي واحد الغرزه وتخدمي في الغرزه اللي حداها، غير هادشي غير وهمي، المهم غير حنا باش ناخذوا العباره عيننا ميزان. الان درت هاد القوس وبدلت الخيط، المهم تجاوزت هذيك اللقطه لان الفيديو طويل بزاف، رجعت غلفت بقوس اخر، ودابا غادي نعمر بالتسعة ديال الحبكات. المهم نتوما غادي تستمروا حتى تكملوا العدد ديال الاقواس كاملين ولا الدرس ديالكم كامل، عاد غادي ترجعوا يا اما تاخذوا نفس اللون او تبدلوا اللون، هذاك الشيء كيبقى اذواق على حساب كل وحده واللون ديال الجلابه اللي هي خدامه فيها. فانا هنا حاولت نبدل لكم اللون، المهم غادي نستعمل هذا. لاحظوا معايا اول حاجه تبت الخيط في التوب، ومن بعد رجعت غادي نخدم فوق اول غرزه اللي كنا درناها في الاول، وغنرجع نلوي جوج ديال اللويات ونجر البره. المهم هذا غير الدرس ديال الواحد عادي جدا. ودابا غنرجع نغلف بغرزه. هنا يا اما ديروا غرزه عاديه، يا اما تغلفوا بجوج ديال الحبكات وتبقاو غاديين. ترجعوا هنا فوق من هاد الحبكه هادي، غادي ندير غرزه، وفي هاد اسفل هاد الخيط هذا غنلوي جوج ديال اللويات ونجر البره. هنا على حساب كيف ما قلت لكم، كل وحده دير اللي بغات. اللي بغات الدرس ديال الواحد العادي البسيط كيف ما درت انا دابا، كدي تغلفي بغرزه وحده. اما اللي بغات دير الحبكات فتقدري انك تغلفي بجوج ديال الحبكات، كيعطيو منظر رائع جدا. يعني انتم لكم حريه الاختيار، يا اما ديروا هاد الدرس يا اما ديروا الدرس الاخر اللي حتى هو قريب لهذا، بيناتهم غير شويه ديال الفرق. المهم جوج زوينين، اللي عجبكم ديروه. فالان غادي نرجع القوس وغادي ندير غرزه ديالي، ونرجع نخدم هنا جوج ديال اللويات. من الاحسن ديروا غير جوج اللويات بلا ما ديروا 3. ودابا غنرجع في هاد الغرزه ونغلفها بغرزه واحده اخرى. والان غادي نستمر حتى نكمل هاد الدرس ديال الواحد كامل، عاد نشوفوا الشكل النهائي. بالنسبه لهاد الدرس هذا كاين اللي كيخليه بدون تزيين بهذاك الدرس ديال الواحد ولا هذاك الدريس اللي كتغلفيه بجوج الحبكات، فانتوما لكم حريه الاختيار، كل وحده دير الحاجه اللي عجباتها. يا اما تخليو هذوك الاقواس عاديين فارغين، يا اما تعمروهم بهاد الدريسات هادو الصغار. شكرا لكم كاملين، شكرا لكل شخص شاف هاد الفيديو هذا.